أنا شاب متزوج وقد رزقني الله بطفل، وكنت في ذاك الوقت الخارج، وعندما رجعت علمت أن ابني هذا قد رضع من جدته التي هي والدة زوجتي 3 مرات مسبعات، فأصبح الطفل أخ لأمه، فهل تحرم علي زوجتي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. هذا الرضاع لا يحرم عليك زوجتك، لأنه لا علاقة برضاعة ابنك من جدته أمه، لا علاقة له بتحريمها عليك. جزاكم الله خيرا.